صفر صفر، ما حدش خد حاجه، مصر لم تحصل على شيء، ولكن مصر تكفلت بمبالغ ماليه كبيره جدا 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 دون اي استفاده، دون اي استفاده. طب اتحاد كره اليد تعاقد مع باستور الاسباني باقل، طبعا طبعا هناك فارق كبير بين كره القدم وكره اليد حتى في المرتبات وكل شيء، ولكن سياسه تحسب للاستاذ محمد الامين، كابتن محمد الامين رئيس الاتحاد. ما بقول محمد الامين يبقى كل الناس اللي موجوده. تخيلوا حضراتكم ربع راتب فيتوريا، يمكن اقل. بس انا سؤال يا فندم، مين اللي هيحاسب على المشاريب اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ طيب ما هو الموقف الحالي لروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب خلال وخليني اقول لحضراتكم معلومه انا جايبها لحضراتكم واسمعوا مني، وادينا هنشوف الايام اللي جايه فيها ايه. خلال الساعات الماضيه كان هناك جلسه في اتحاد كره القدم المصري مع فيتوريا لتخفيض الشرط الجزائي واقناعه بالرحيل. مجلس اداره الاتحاد، استاذ جمال الحقيقه تحديدا، استاذ خالد الدرندلي وكابتن حازم امام، اكتر من جلسه قعدوها مع روي فيتوريا لاقناعه بالرحيل. ما هو بيني وبينكم يعني لازم يبقى في يعني لازم حد يمشي. فهو اتحاد كره القدم يقول لك ايه؟ يسموها كبش فدا. فمع فشل وبتاع، فبدل ما نروح لاتحاد الكوره يقول لك ايه؟ نضحي بفيتوريا ونبقى نجيب اي حد تاني. وده السيستم اللي بيدار خلال الفتره الاخيره لو تاخدوا بالكم. بالفعل مسؤولي الاتحاد نقلوا للمدرب رغبتهم في انهاء التعاقد. طيب فيتوريا عمل ايه؟ اكد رغبته الكامله في استكمال عقده على الرغم من ان هو عنده عرض من الشباب السعودي، ولكن عايز ياخد الشرط الجزائي كله كامل. فيتوريا قال مفيش حاجه تدفعني للرحيل، وقال ان هو لم يعد احد بحصد لقب امم افريقيا. عموما هناك محاولات الان مش الان يعني اليومين النهارده بكره بعد الفتره اللي احنا بنتكلم فيها لتخفيض المقابل المادي للشرط الجزائي. وانا الحقيقه هنا برضو يجب ان يكون يعني في نظره للي بيحصل. انا عندي كواليس كتيره جدا فيما يخص التعاقدات مع الجانب الاداري تحديدا في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، لكن انا مش هتكلم، انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي لان كانت حاجات خاصه كمان بيا تحديدا يعني. فانا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، ولكن هناك خطا اداري لا يغتفر. لانه اللي عمل العقد بتاع فيتوريا كان يجب عليه وضع بند يسمح لاتحاد كره القدم ان هو يقر او يكون لاتحاد كره القدم الاحقيه في توجيه الشكر للمدرب البرتغالي في حاله الاخفاق في بطوله كاس الامم الافريقيه. ولكن اتحاد كره القدم حاليا اصبح مطالبا بدفع قيمه الشرط الجزائي في حال رغبته عن الاستغناء، رغبته في الاستغناء عن خدمات البرتغالي. الشرط الجزائي ده مدته كام يا عم اسلام؟ 3 شهور حضرتك، في 200 600 ايه؟ 6 هم وبعدين صفرين بتوع جوزيه جنبهم. يعني 600,000 يورو يعني 15,200,000. من سيحاسب على هذه المشاريب؟ أنا؟ ما حدش هيرد عليك ولا حد هيعمل حاجة، يلا اللي بعده مشي ده وهات اللي بعده، مشي ده وهات اللي بعده. الحقيقة أن كل ما يحدث هو استمرار لمسلسل الأخطاء الإدارية لمسؤولي الاتحاد. والله العظيم كلهم ناس محترمة، وأنا هنا لا أعيب في شخصية أحد، ولكن كلهم أصدقائي وكلهم قريبين مني، ولكن أنا حزين على بلدي، حزين على منتخب بلدي.
وفي نفس الوقت فرحان لبلدي وفرحان لمنتخب بلدي، منتخب اليد. ولكن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، هل من محاسب على هذه الأخطاء؟ هل من محاسب على ما يحدث في اتحاد كرة القدم؟ أتمنى إن ده يحدث خلال الفترة اللي جاية. وعلى الجانب الآخر، كل التحية والتقدير والتسقيف وكل حاجة حلوة من قلوبنا كمصريين لمنتخب اليد وللاتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد المحترم برئاسة الكابتن محمد الأمين، ومن قبل كل دول كابتن حسن مصطفى ودوره من سنة 90 ولا 95 لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي في كيفية الحفاظ على هوية كرة اليد المصرية اللي احنا في اتحاد كرة القدم للأسف الشديد في 6 و8 و10 كان عندنا منتخب يستطيع بينيم أفريقيا كلها من المغرب زي ما احنا دايما بنقول.